السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كي داز عيدكم؟ كي دوزتوه مع لا فامي؟ وتحيه كبيره للناس ديال الغربه. البارح صراحه قريت الكومونتيرات كاملين، تحيه لكم والله يصبركم. اللي والدي ماتوا لي الله يرحمهم، واللي باقي حي الله يطول في عمرهم ان شاء الله. ما بقى والو، الصيف هو جا وغادي تعيدوا، والله يجعل ايامكم كلها اعياد وافراح يا سيدي ربي. اليوم ماما عاد علينا، دارت غديوه غزاله الله يعطيها الصحه. صراحه عذبناها معانا، واخا كانت عندي شي ظروف ما قدرتش نجي للغدا، يعني الله يسمح لي من ماما مسكينه ومبوسين، الله يسمح لي. مرحبا بكم بنتي، مرحبا بكم، كنبغيك بزاف الله يخليك ليا. ما عليك واسع ديال الروحانيه والروحانيه والكبيده والغزاله. انتما وصيتها البنات، اشنو قلت لها؟ قلت لها امي السعديه ملي تمشي للدار رزني وتثبتي وداكشي اسرارنا يبقاو في الدار. وهادي وهادي اشنو دار ملي جيو كدير ماما؟ قلت لها ماما تي مالك؟ قالت لها وصاتني بنتك. قالت لها قالت لي ما تهضري ما تتكلمي، الحكايه مزيانه السعديه ياك. ايوا البنات، دعواتكم مع ماما الله يخلف عليها، وشكرا لها بزاف على هذه العراضه. والله يخلي لكم ماماواتكم ويخلي لكم عائلاتكم، واللي توفى لي شي عزيز الله يولي برحمته. حبسي او كيبان بيه على الصباح كيصرف صراحه. كبرات بينا ماما الله يعطيها الصحه ديالها. محنتي راسك امي، انتي محنتي راسك بزاف والله. انتوما تبارك الله ما شاء الله، هانتوما ماما الله يعطيها الخير صراحه. كبرات بينا الله يكبر بها، ردوها لها في ساعة الخير ان شاء الله. شي عراضه فاعله تاركه الله يعطيك الخير ماما. الله يعطيك الخير وشكرا لك بزاف، الله يكبر بك. بارك الله فيك بنتي، الله يخليك لي انت وبابا. مرحبا بكم على راسي وعيني، الله يلا فرحانه فرحانه بزاف ام السعديه. بيت خبيرتك امين، الله يسهلك شي قدر غير هادي امين. ام السعديه خبيره وديعمتك امين وديت ما تعطيش السعديه. لا خرجوا بودي ما مكبر بيا وعرض عليا مصبوح شوش بيا ولا وليد ومالو عرض عليا كبر بيا كان نكبر بيا راه ولدي وانا عزيز علي تو عزيز عليا كنبغي كذب عليك بس كيبغيني ونقلبو. مسالية هو كيكبر بك، قالت لك شوفوا يا البنات شوفوا، واللي يقولوا السعديه مع التعقل قالت لك ديما مكبر بيه ونكبر بيه، قالت لك كما مكبر بيه نكبر بيه. وني ملاتي انا قالت لي هذيك السيده اش قالت لك؟ قالت لي مول السعديه نعم نعم قالت لي هاي هذيك دابا كتقولي خطو جيبو 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 انت سكتي هذيك راه مرتو تي غتبقاي دوري بحريوده، وغدا الا مشيتي تلاقيتي معاه وجيتي معاه قلت لها الا ما نتفات لك دوك الصغار. انا عارفه كتلاقي معاه وتبدا تقول لها يا الزين وتلحلحي عليها ويا البوحاطيه ولا كبيره يا الغزاله يا الزوينه يا الكله ما نخرجها هذه رخيبه. ما تخرجيش لا رخيبه. شوفوا اش تقول لي امي السعديه، كتقول لي انا رضا عزيز عليا، واللي بغى رضا بغيت انا، واللي بغى ما. اللي بغى رضا يبغى حتى مرتو ياك إيه؟ اللي باغي رضا يبغي مرتو. وليني كتعاود ليا المراه قالت ليا تيتا بعد كروفيطا كروفيطا راه مساليه، قالت ليا الا بقى معاها جيت الوزي وخريني لا غيبقى معاها كيبغيها. السعديه الناس كاملين كانوا كيقولوا بوز، شوفوا البنات كلشي الناس اللي كيقولوا زواج رضا مع حريوده بوز ماشي بس. انا نقول لكم يعني الا جيتو تشوفوا راه كانت واحد اللقطه ليها دابا شي عام ولا عام ونص كان صورها نزار الحمد لله على سلامته. هذاك السيد خرج من الحبس الحمد لله على سلامته، والله الله يجعلو يدير عقلو توبه النوبه ويبعد على اصدقاء السوء. كيفاش غنقول لكم جواج ديال حريوده ورضا ولد شنويه ماشي بس، يعني حقيقه جواج ديال حريوده
ورضا والتنميه ماشي بوز حقيقه، لانه كان غادي يكون عندهم ضرب العقد. كان نيت كان انس كان نيت عارض علينا الكتبه ديالو، ولكن تلاقات مع ندى كانت سافرات الامارات. ملي مشات ما يمكنش يديروا ضرب يديروا الكعط والبنت ما كايناش، عندها خدمه في الامارات داكشي علاش. وزادت تلاقات مع الولاده ديال رانيا، ان شاء الله ملي غادا تدخل ندى راه غادي يضربوا الكعط. الله يكمل عليهم بالخير. وبالصح رضا وحريوده كانت بيناتهم علاقه وكملات بالزواج. راه قال لك الانسان هو اللي صدق، الراجل هو اللي صدق، يعني بغاها وبغاته، يعني فين كاين المشكل؟ ماما 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 سنة ما داروش ضرب الكعط على قبل، ما ضربوش الكعط على قبل. ندى كانت عندها خدمه في دبي، داكشي علاش ما داروش. وصراحه الحقيقه ديال رضا وهو كان كيبغي يحلي، وانا كنت تعقلوا راه شحال هذه في الجزار عندي، جا عندي رضا للدار كان كيقول لي غنجيب حريوده، نجيب معايا حريوده، وكيهضر على بواحد الطريقه. يعني رضا انا ما عمرني ما تلاقيت مع ايمان الصراحه، ولكن الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لكم وهي رضا ملي كيكون يهضر على ايمان عرفتوا عينيه كيهضر بواحد الحب كيبغيها، يعني كتعرفوا والله القسم يعني كيبغيها، كيهضر عليها بواحد الطريقه. هي كان مسعديه في الجاج كان يقول لك هي انا شتبت على بنت دوت بعدا تليفون بعدا شتا يبدارا هذوك اللي كاين يلبسوا يلبسوا بلانا نكافات مالهم بلانا وكي داري بنيتي رايكم بلانيك رايزي بلانا هما هي جاتي لبارا هي زوينة هو بيضا جابت الخواتم كيولوها معي وسمعوني نكمل ليكم البنات، يعني باش غيديروا البوز اصلا راه حريوده ورضا دايرين البوز، ما يحتاجوش يديروا البوز بهادشي. انا بحكم رضا الصديق ديالي كان عارض علينا الضرب الصدق الكعط وما داروش على قبل ندى، ما كايناش خاصها تحضر ضروري النهار الكبير ديال امها. وعلى قبل نيت رانيا جاتهم رانيا ولدات وتخلعوا عليها، وراكم ما عرفتوا شفتوا اشنو وقع. وعارفيني انا عندي انا ما عندي نيشان ما عنديش معاها ولا ها، انا اللي شفت عندي فجاه في الزياره التليفون ديالو حاطه الميساجات ديال الحب والغرام. اسمح لي يا رضا خرجت اسرارك، اسمح لي، نتمنى ما تقلقش مني وتضط تطفي عليا التليفون تقول لي ما تجيش عندي يا ساره، خرجتي لي اسراري تخلي السعديه تسطات انت في نوادرها. ويا ناري اخويا رضا السعديه انت في نوادرها، عرفتي جالسين كيفطروا وهي تقول ليه الحب ديالي هو واش كاتب عليه مكتوبي؟ راكم شفتوا شي حاجه سد الباب واش كاتب عليه مكتوبي ولا الله علم شي حاجه كاتبه عليها هكا بالسميه ديالها كل يعني لا ديال ماما سي محمد سمعتوني شي حاجه هكا كاتبه عليها. قالت لي ملي جلس عندنا فطرتي اشنو كدير؟ صور لها الفطور. قال لها شنو كنديرها انا عند من انا فين يعني داك الكلاص. قالت لي ام سعديه وصافي قلبتي علاش نقاتك ياك سعديه؟ كنت يعني الميساجات بيناتهم كل ساعه كل ساعه الفوكالات كنسمعوا في الصوت ديالها، ورد البال لراسك وعندك هادي وسير. صراحه حنينه ديك السيده بزاف، يقدر نلقى فيها الحنان، واخا عنده الام ديالو وخواتاتو لقى فيها شي حنان اللي عوضوا على بزاف د الحوايج. الله يسهل عليهم والله يكمل عليهم بالخير والله يرزقهم الذريه الصالحه، لانهم بصح يستاهلوا هذوك جوج يستاهلوا. ولي نعاود ناكد لكم زواجهم راه بصح، وان شاء الله غادي تشوفوا اللاكت ديالهم، وان شاء الله غادي تشوفوا كل شيء. يعني داكشي ماشي ديال اللعب، يعني داكشي الزواج راه ماشي لعب وماشي تفليه وشي حاجه مقدسه. هادي غير فرصه جاتنا ودرنا، ما حنا هاد الموضوع بعيد علينا باش نهضروا، يعني كما ندخلوش في حياه ديال الناس. وهضره جبدت هضره ايوا الشارفه شارفه قلتي لي كيكبر بك غتكبري بيه غدا، مالك مالك باغا تقيي حاشاكم البنات هزه ارقص اعتق اعتق جيب لها سطيله